الخير أخت مالكة. صباح النور. مرحبا بك على راديو أصوات مالكة. بارك الله فيك. كي دايره أختي سناء؟ الله يبارك فيك. مبروك العواشر. شكرا مالكة لك كذلك، بالصحة وبالخير إن شاء الله. آمين. حنا وانتي. إيوا، شنو هي الشهوة اللي عندك إن شاء الله بغيتي تقدميها للمستمعات؟ عندي صخور بالشوكولاتة. نعم، شنو هي الصخور؟ حلوة زوينة ديريها نهار العيد، رائعة. إذا هذه حلوة بالشوكولاتة. بسم الله أخت مالكة. غادي ناخدو 5 البياض البيض ونديرو معاها 4 ديال السكر كلاصي وجوج غاني نطلعهم بالطباب حتى يطلع مزيان ونشدو كيلو ديال الكاوكاو. شوية غير بشوية مالكة. إذا سيدة إذا بلاتي قلتي هذاك البيض وسكر كلاصي، شحال درتي معاه ديال الفاني؟ وحدة ولا جوج؟ جوج فاني. والسيدة غادي تخدمو مزيان بالطراب. حتى كيطلع وغادي نشدو كاوكاو نحمرو مزيان ونفسخو كيلو ديال الكاوكاو نفسخو ونحمرو مزيان ونهمشو ونخلطو البيض تاع البيض مع الكاوكاو ونخلطو مع شكل دائري بين معلقة ديال الخشب من التحت للفوق باش ميتهزش لينا البيض البيض. إذا كاوكاو كا ما كتقليه ما والو غير كتحمريه؟ نحمرو ونهمشو. وكنخلطو بين معلقة ديال الخشب باش ميتهزش لينا البيض تاع البيض. ايه. وكنهزو بهذيك قريشات بحال قريشات بحال الحجيرات. ونحطوهم في الطاوة صغير ونحطوهم في الطاوة. نعم. وندخلوهم جات 5 دقائق في الفرن يتحمروا من التحت. وعاد نعاودو من التحت عاوتاني يتحمروا من الفوق يذهبوا شوية. ومن بعد نشدوهم والتحت ديالو ندخلو التحت ديالو في الشوكولاط بحال مذوب. كتغطي السيده غير ديك التحت يعني ديال هذيك الحلوه هي اللي كدير في الشوكولاط؟ القاع ديال الحلوه نحطو في الشوكولاط ونحطو في سميتو ونعاودو نذوبو ديال طال البيض. ايه. ونشرو عليه بحال نزيكزاكو بحال كتزيكزازي به الشوكولاط. ايه. وكتجي رائعه. كتقدميها هكذاك في الطبق ولا كديري لها داك الكويختات؟ كتقدميها كتجي روعه. تبارك الله عليك، غادي تجي زوينه وسهله واقتصاديه. تبارك الله عليك. نبغي نوجه واحد التحيه.